هذه كيكا، عليها الفيديو الأول، هذه تتم، وهذا في الشكل النهائي ديال عصير الأفوكا في الحليب. زينت هنا بالشوكولاتة، قطع ديال الشوكولاتة الملونة. كجهة خفيفة إسفنجية نقطع الكيكة، شفتو كيف جات؟ جات باينة طبعا وهشيشة. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، لا الفيديو اللي قبله ولا هذا. متنسونيش من لايك، ولو كنتي أول مرة تشوف القناة دعمني باشتراك، فعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وإلى اللقاء.